يلعب يا سلام عن يا ليلي ويلي ويل. شوفي ولادك يا مدام رجعوا البيت بنص الليل. العب العب يا سلام عن يا ليلي ويلي ويل. شوفي ولادك يا مدام رجعوا البيت بنص الليل. اطردهم برا اضربهم مرة، اطردهم برا اضربهم مرة. طيب شو اعمل؟ أنا صرت كبير لازم أخد حريتي، وأنا بالفهم وبالتدبير بحرص على حالي وخوتي. اسمع اسمع أبو خالد، حتى لو تكبر يا بني اسمع لكلام الوالد، لا تتركني مستني. اسمع اسمع أبو خالد، حتى لو تكبر يا بني اسمع لكلام الوالد، لا تتركني مستني. أطردهم برا أضربهم مرة، أطردهم برا أضربهم مرة. طيب شو أعمل؟ إحنا يا بابا عارفين إنا ما رح نتأخر، وتأخرنا ومش قصدين اللعب حلوت أكتر. إحنا يا بابا عارفين إنا ما رح نتأخر، وتأخرنا ومش قصدين اللعب حلوت أكتر. تلعبوا انتوا وتنطوا وقلب الماما عم يغلي، على دمعتها بتنبسطوا خوفتوها ايش اللي. تلعبوا انتوا وتنطوا وقلب الماما عم يغلي، على دمعتها بتنبسطوا خوفتوها ايش اللي. اطردهم برا اضربهم مرة، اطردهم برا اضربهم مرة. طيب شو اعمل؟ عاقبنا بالمرة، بدنا اياك تسامحنا هي توبة واخر مرة. اسمعوا كلمة بابا، حاضر. اسمعوا كلمة ماما، حاضر. شو ما بيحكي بابا، حاضر. وشو ما بتحكي ماما، حاضر. يلا اسمعوا كلمة بابا، حاضر. اسمعوا كلمة ماما، حاضر. شو العب يا سلام عن يا ليلي ويلي ويل. شوفي ولادك يا مدام رجعوا البيت بنص الليل. العب العب يا سلام عن يا ليلي ويلي ويل. شوفي ولادك يا مدام رجعوا البيت بنص الليل. اطردهم برا اضربهم مرة، اطردهم برا اضربهم مرة. طيب شو اعمل؟ أنا صرت كبير لازم أخد حريتي، وأنا بالفهم وبالتدبير بحرص على حالي وخوتي. اسمع اسمع أبو خالد، حتى لو تكبر يا بني اسمع لكلام الوالد، لا تتركني مستني. اسمع اسمع أبو خالد، حتى لو تكبر يا بني اسمع لكلام الوالد، لا تتركني مستني. أطردهم برا أضربهم مرة، أطردهم برا أضربهم مرة. طيب شو أعمل؟ إحنا يا بابا عارفين إنا ما رح نتأخر، وتأخرنا ومش قصدين اللعب حلوت أكتر. إحنا يا بابا عارفين إنا ما رح نتأخر، وتأخرنا ومش قصدين اللعب حلوت أكتر. تلعبوا انتوا وتنطوا وقلب الماما
عم يغلي على دمعتها بتنبسطوا خوفتوها ايش اللي تلعبوا انتو وتنطوا وقلب الماما عم يغلي على دمعتها بتنبسطوا خوفتوها ايش اللي اطردهم برا اضربهم مرة اطردهم برا اضربهم مرة طيب شو اعمل العب يا سلام عن يا ليلي ويلي ويل شوف ولادك يا مدام رجعوا البيت بنص الليل العب العب يا سلام عن يا ليلي ويلي ويل شوف ولادك يا مدام رجعوا البيت بنص الليل اطردهم برا اضربهم مرة اطردهم برا اضربهم مرة طيب شو اعمل أنا صرت كبير لازم أخد حريتي وأنا بالفهم وبالتدبير بحرص على حالي وخوتي اسمع اسمع أبو خالد حتى لو تكبر يا بني اسمع لكلام الوالد لا تتركني مستني اسمع اسمع أبو خالد حتى لو تكبر يا بني اسمع لكلام الوالد لا تتركني مستني أطردهم برا أضربهم مرة أطردهم برا أضربهم مرة طيب شو أعمل إحنا يا بابا عارفين إننا ما رح نتأخر وتأخرنا ومش قصدين اللعب حلوت أكتر إحنا يا بابا عارفين إننا ما رح نتأخر وتأخرنا ومش قصدين اللعب حلوت أكتر تلعبوا انتو وتنطوا وقلب الماما عم يغلي على دمعتها بتنبسطوا خوفتوها ايش اللي تلعبوا انتو وتنطوا وقلب الماما عم يغلي على دمعتها بتنبسطوا خوفتوها ايش اللي اطردهم برا اضربهم مرة اطردهم برا اضربهم مرة طيب شو اعمل عاقبنا بالمرة بدنا اياك تسامحنا هي توبة واخر مرة اسمعوا كلمة بابا حاضر اسمعوا كلمة ماما حاضر شو ما بيحكي بابا حاضر وشو